وهنا كانت بتأكد وزارة الزراعة أنه في تنفيذ لخطة شاملة لهذه الحديقة، تطويرها بشكل كبير جدا ومذهل، نحافظ بها على كل ما هو مهم داخل هذه الحديقة من نباتات وأشجار وخلافه، ده حتى الحيوانات اللي ما كانتش موجودة فقدناها هنجيب غيرها تاني وما إلى ذلك. حتى أنا أما قلت له طب وإيه، قال لي أكتر حاجة كنت بتحب، قلت له الفيل اللي أنا أكلت الجزرة بتاعته، قال لي جاي. طيب خلونا هنا أرجع مرة تانية، ويبقى ده شيء سعيد بالنسبة لي، أستاذ أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يا أهلا أهلا أهلا. اهلا بك استاذ يوسف، واهلا بكل مشاهديك الكرام. انت وفرت عليا كل حاجه، يعني انت حضرتك قلت اللي انا كنت عايز اقوله. انا قلت اللي حضرتك قلته الاسبوع اللي فات. وانا اكد عليه. هو يعني في مثل عندنا في البلد يقول لك ايه، اذا كان اللي بيتكلم عاقل فاللي بيسمع مش عارف ايه. فيعني هل منطقي يعني حتى اول ما نبدا بالتطوير نبدا ب تجريف الاشجار النادره والنباتات النادره؟ يعني كلام حتى لا يستوعبه. دي حتى اسمها حديقه، هطور حديقه بالزبط. ابوظ النباتات؟ طب يعني مش كده يعني، ولا انا اطور يعني اهدم الاشجار النادره والنباتات النادره. طبعا الكلام ده عالي تماما عن الصحه، وزي ما مجلس الوزراء يعني من خلال المركز الاعلامي المحترم اللي فيه تعاون محترم جدا بيننا وبينه، وان احنا دايما بنتصدى لاي شائعه في المهد كده عشان ما نسيبش فرصه لاي حد يروج ويثير البلبله. احنا الكلام ده مش مظبوط خالص، بالعكس بالتحالف المصري اللي هو معني بتطوير واداره الحديقه، اول حاجه بيعملها اتفق مع، وكان ده يمكن قبل ما يستلم الحديقه يعني، وبقول لحضرتك على الهواء، قبل ما يستلم الحديقه اتفق مع مجموعه كبيره من خبراء الاثار. حلو. اول ناس هتشتغل في الحديقه هم خبراء الاثار، هيدخلوا يشوفوا اي حاجه اثريه فيها اي خدش فيها اي مشكله هيتم ترميمها فورا. جميل. ده اول حاجه هتتعمل في الحديقه، وده يعني لن اخفى عنك سرا ان هو يوم الثلاثاء القادم لجنه الاثار نازله هتشوف اي حاجه فيها اي مشكله هي اللي هترممها وهتعملها، لان ده شيء لا يعوض اصلا. يمكن سيادتك اتكلمت عن الاقفاص، في ايضا حتى السور بتاع الحديقه نفسه. صح. السور اثري. صح. هنعمله ازاي بعد 150 سنه ولا 130 سنه؟ فانا اطمنك واطمن كل مشاهديك الكرام اللي هم بالملايين على مستوى الوطن العربي كله، ان حديقه الحيوان كل ما هو اثري وكل ما هو نادر سوف يتم الحفاظ عليه، بل وترميمه وصيانته ومتابعته بشكل دوري. الناس حريصه تمام الحرص على ذلك. يمكن خلال الاجتماعات على مدار عام ماضي كان معالي الوزير السيد القصير دايما يؤكد على ان كل شيء نادر في الحديقه لابد ان نحافظ عليه، وده امر مفروغ منه تماما. قولا واحدا مفيش اي ازاله او اي تجريف لاشجار او نباتات نادره سواء في حديقه الحيوان او في حديقه الارمان. ثم مش احنا بنشتغل على ده وفي نفس الوقت علشان نعود مره تانية للاعتماد الدولي بتاع التصنيف الدولي؟ يعني عمليا انا ما اقدرش اعمل كده، ما اقدرش اعمل غير ان انا احافظ على الحاجه، انا عايز الاعتماد ده، انا اللي عايزه. صحيح 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 صحيح. وبعدين احنا ده تاريخ ده في ناس مع الدول. صحيح ما انا بقول حاجه كمان، ده اللي ما عندوش تاريخ بيحاول يشتري تاريخ، ما انا احنا ابو التاريخ نفسه مثلا يعني. فيه ازاي يعني مثلا يعني؟ لا ده شويه عيال ارزال سيبنا منهم، بس وجب التوضيح زي ما بيتقال. لا لا، ما احنا متوقعين اللي بيحصل، لان زي ما حضرتك قلت احنا لما قررنا التطوير من اول ما قررنا والحديقه بتتعرض لشائعات يعني غير منطقيه، ده تم بيعها لدوله عربيه، لا ده مش عارف مين هيعمل ايه، الكلام ده كله مظبوط تماما، واحنا متوقعين ده، واحنا بنحاول نتصدى له اول باول بحيث ان احنا على طول نقضي على اي شائعه في مهدها يعني. صحيح صحيح، انا بشكرك. وكويس ان احنا عم نتواصل مع بعض، وانا بشكرك جدا على طول. بالعكس احنا موجودين معاك. محترم عندك.
لا ده احنا اللي بنشكرك يا فندم، ده احنا اللي بنشكرك والله، كل الشكر ليك يا استاذ احمد حقيقي، لان ده مهم جدا عندنا ومهم جدا وجزء من واجبنا الرئيسي ان احنا نعرف الناس ايه اللي بيجرى والحقيقه الكامله زي ما بيتقال. استاذ احمد ابراهيم المستشار الاعلامي لوزاره الزراعه واستصلاح الاراضي.